كوكور زي العاد، صباح النور. صباح بخير، لاباس عليكم. هنا كيف كتشوفوا معي مقلب الحدث من المطبخ مباشرة. عندنا العنقرة، تبارك الله ما شاء الله. هذا العنقرة ديال حولي، غادي نديروا ليها دابا شوية ديال الكمون، شوية ديال الكزبر بودرة، شوية الملح، وشوية الفلفل الأسود أو البزار. غادي نحاولوا أننا نتبلوه. هو داك العنقرة راه مقسوم على ثلاثة، وكاين واحد الطرف هذاك اللي ديال الذبيحة غنخليوه حتى نديروه في الكسكسو. هنا كنحاولوا نغطسوها مزيان في ديك التتبيلة، وغادي نخليوها هكا على جنب واحد شوية بلا نقطعوا البصلة والمعدنوس اللي غادي نديروا فيها باش تبخر. هنا كنبخروها حنايا العنقرة، ديما كنديروها مبخرة، وواحد شوية إلا كانت كثيرة، حيت حنا تبارك الله العنقرة ديما تكون عندنا، ما عرفتش علاش عنقرة تكون عندنا كبيرة ما شاء الله. حاولي مهور، كنخليوها حتى نديرو منها الكسكسو. هنا فرشنا المعدنوس وهداك الشي، ودرنا شوية ديال البصلة هاكا من تحت، قطعة دواور بصلة بيضاء. وغادي نجيو نحطو العنقرة هاكا، راه ماما دايرة الما في الكوكوط، ونديروها نسدو عليها تبخر حتى شوية، نضيفو لها شوية ديال البطاطا إلا بغيتو. هنا غزالة ديالي كيف كتشوفوا، بعد ما كنحطوا داك اللحم هكا كنعاودوا عاوتاني نديروا بصله من الفوق، وممكن تضيفوا اي نوع خضر بغيتوا تبخروه معاها، كيبقى لكم اختيار، او ديروا روز اللي بغيتوا. هنا غادي نصاوب واحد السلطه. هنا درت خيزو، ولكن حكيته في ديك الروبو، حكيته بالرقيق اللي كيخرج هكا، حيت بغيت ندير معاه التفاح وندير واحد السلطه شويه حلوه تكون فخاش بارده، فغنديرها بالتفاح وبالزبيب والقرقاع، فبغيت يكون رقيق ماشي بحال كيما كنديروا بالباربا والخيار. اوكي، بالنسبه للفكوس غادي نحكو في الجهه الاخرى، ما بغيتوش هذاك. الا كنت غنديرو بحال هكا بالزعتر والمعور نقدر حتى نديرو رقيق، انما دابا غنديرو هكا شويه يكون هكا كيف كتشوفوا. الخيزو طحنته مزيان حيت بغيتو يكون مع التفاح، حتى هو غنديرو تما. صافي، بلي سلطه دي غادي نرافقو مع هذاك اللحم مبخر. و ما نقولش لكم حنا راه تشوفوا، راه عندي شي فيديوهات راني صورتهم، والله حتى ولا كيعمر ليا التليفون. صافي تجمعوا لي بزاف، خاصني نحيدهم. كانت توفيت صاحبه عمتي، ونضنا على الغدا، صافي ما كملتش وما بقيتش حطيت حتى شي حاجه، وما بقاش راكم عارفين. هنا الزبيب خويت عليه شويه الماء سخون، وخديت القرقاع غادي نديروها كيتحمر ياخد شويه اللون يتحيد منه ديك الرطوبه. وفي نفس الوقت راني كنوجد معكم سلطه، غنقطعو هكا هو والزبيب، غنساليه يتحمر شويه، نقطعو هو والزبيب بالكراده، لان هاد الزبيب اللي عندي داك الكحل الطويل. فانتوما ممكن ديروا زبيب لاخر كيكون شويه حلو كيجي زوين، انا بغيت ندير هذا حيت عندنا وغادي كينشف. وصافي كيف قلت لكم، راه الواحد اللي ياخذ فكره ويدير اللي بغا. انا غنضيفها على هذاك الخيزو مع داك التفاح، ولكن التفاح غنخلي اخر حاجه، غادي نضيف التفاح يعني. صافي تنعرف اش غنحطو دغيا، هذيك لا ماشين راه دغيا ميم با واحد سيكوند كديروا ليا. ايوا ما نقولش لكم، كيف قلت لكم راني عمر ليا التليفون ترولنا مع ديك الوفاه ديال صاحبه عمتي، راه هي خالته ديك الممثله فدوى الطالب. ايوا راه غتكون شفتوها في اليوتيوب، راه البارح طلعوا ليا فيديوهات كلشي منزلها. ايوا الله يرحمها، دي معاها مسكينه بالرحمه، كانت طريفه وغزاله ما شاء الله الله يرحمها. هنا درت البروكولي، راه درت لي الطياره مع الفران والحراره وكلشي، ما نعاودش لكم. هنا درت البروكولي بنفس الطريقه اللي درت معكم داك المره، سلقته خديته درته فوق ورق الطبخ، هربطته هكا بالكاس باش يعطيني الشكل او الفورم ديال الشجيره. وغادي ندير له نفس ديك التتبيله اللي شاركت معكم ديك المره قبل العيد، قلت لكم راه غنبدا نديرها معكم، غير هو ما غنديروش دابا في الشوايه حيت حنا اليوم مسامين شويه، غنديرو في الفران، فغندهنوا بديك الصلصه ونخليه حتى يقرب يشد اللون، وندير له فرماج احمر من الفوق. طبعا استعملت الثومه المهروسه مع داك الزيت اللي وجدت معكم، واستعملت شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال السودانيه، وزيت زيتون هو باش غادي ندهن هذوك البروكولي، وغنزيد معهم حتى الفلافل، حيت عندنا الفلافل غيبقاو يخسروا، سورتو ديك الحمراء والصفراء دغيا كيخسروا، فتما غنديرهم يتشواو تما. كنت غندير حتى القرعه ساعه ما قلت بلاش. وصافي اش غنقول لكم، كما قلت لكم هاد الفيديوهات البنات راني مصوراهم بزاف، عندي فيديوهات راه تقريبا اش نقول لكم، راه دابا شي 3 ايام ولا 4 ايام وانا عندي الفيديوهات ما نزلتهمش، حيت كيف ما قلت لكم جا داك الخبر ديال الوفاه، وصافي ما بقيتش، وبقيت بحال هكا كيتجمع عندي داكشي، حتى ولا كيعطيني ميموار ساتوري، الو خاصني نخوي دابا التليفون، قلت اجي ننزل لكم اليوم بعد هذا وصافي. والحراره الحراره ما نقولش لكم البنات، شو اليوم بعد تغدينا في المقديرش نتغدوا في التراس، حيت الحراره وعطيو مع الشوا وبرا في السطح كتولي، وما نقولش لكم كتبرونزا بلا بحر، كتاخذوا اللون في السطح بلا بحر. هنا صافي راني كندخل لك التتبيله هكا، ما غنديرش الفرماج دابا باش ما يتحرقش ليا، حتى يبدا يتحمر شويه،
قطعت الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء هكا بنفس الطريقه. ممكن تضيفوا حتى الخضره اللي بغيتوا. الخضره حنا حتى غنديروها في السلطه فما درتهاش. غندير لهم تما ديك التتبيله هكا صافي وندخل الفرن يتحمروا. وغتشوفوا معايا التتمه ديال المراحل اللي غادي نديرو انا وياكم بالنسبه لديك السلطه ديال خيزو. الفران راه كنشعلو من الفوق ومن التحت وكنحط في الوسط باش ما تحرق ليا لا من التحت لا من الفوق. حتى شويه نطلع الفوق نزيد لها غير فرماج حمر اولا بارميزان. يعني ممكن تضيفوا اي نوع ديال الفرماج كيكون هكا بلاتي نحلل هاني. خلي حتى تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالو بعد ما نخرجو من الفران. طبعا البنات هنايا راني مرات كنعاود نحل نشوف نزيد ديك التتبيله اولا نزيد زيت الزيتون. هذيك الزلافه راه كنخليها حدايا مرة كنعاود نديرها. هنا انا صافي بعد ما بان لي بدا كيشد فراسو ضفت له الفرماج احمر هكا. ممكن نضيفو كيف ما قلت لكم حتى البارميزون الا بغيتو ديروا موزاريلا ما نصحكمش، ولكن دير باللي متوفرش اللي غادي نقول لكم. هنا صافي راه قربت غنحط الغدا صافي غير يدوب هذاك الفرماج ونخرجها. وبالنسبه للتفاح راه هو غسلته وقطعته ودرته بجلوفه بالقشر ديالو. شوفوا كيفاش كيخرج بحال شي بيوري. يعني فهمتوني الطريقه اللي طحنت بها خيزو هي اللي طحنت بها التفاح باش يجيني رقيق باش يجي في الاكل ساهل. عرفتوا خرج العصير من وش لكم هاد لاباري زعما صراحه ولات متعدده الاستعمالات وفيت في دغيا سريعه كطحن لكم الحاجه كيف ما بغيتوا. باقي ما جربتش الماس الاخرين اش مشكلات كيعطيو. جو بونس كيعطيو لواحد مدور وواحدين اخرين كيعطيو رقيق والغليظ ولا اخرى ما عرفتهاش. مهم هنايا انا بغيتو بهذا الشكل هذا بديك العصاره ديالته. غادي ناخذو نضيفو على داك الخيزو بعد ما ضفنا ليه الكركاع والزبيب. ممكن تضيفو هنا الاناناس ممكن تضيفو عسل ما بغيتو تحليوه. هو اصلا صراحه ما تحليوش لان التفاح عندي حلو. فاذا كان عندكم حسيتو ديك شويه بقات في ديك الحموضه اولا ديك ما كاينش واحد لوغو بغيتو داك النوع اللي كيكون سلطه تاكلوها هذه حلوه ضيفو عسل. ما بغيتوش راهي هكا اصلا جات زوينه هكا جات مع الزبيب هذا عندي اللي انا ماشي حلو. لكن كنتو درتو الزبيب الاخر اللي حلو فما تحتاجوش تضيفو العسل. والاناناس تا ولا درتوه راه تا هو تيعطي الحلاوه. هنا السلطات ها هما واجدين كيف كتشوفوا معايا ديال خيزو ديال مطيشه الخيزو والتفاح اللي تاهي الاخر كما قلت لكم. هنا الخيار تا هو درت له شويه المورد مزهر ماشي مورد شويه المزهر وصافي. كذلك ضيفوا الزعتر على داك الخص على الخص على فكوس وخيار ضيفوه. هنا صافي غنوجد الملح والكمون باش نحطهم في الطبيصلات. كندير هذا كيجيني ساهل كيتحط في الطبله بوحديتو وصافي. اللحم راه ديجا حتى هو طاب واجد. مجرد ما صافي دابا غادي ناكلو سلطه نحطو اللحم. وهانتوما معايا نص الملح كفحته. هنا صافي راه حطينا داك اللحم هذا هي العنقره بعد ما تبخرات درت زيت الزيتون من الفوق. وبالنسبه لهذوك المشاوي ديال البروكولي والفلفله هما هادو. كانت هذا هو الغدا ديالنا اليوم كيف كتشوف تغدينا داخل لان الحراره قاتله ودايرين اليوم غير مبخر ما دايرينش مشاوي. فنهار اللي ما كنديروش مشاوي كنقولوا نريحوا شويه ندخلوا داخل بارد. هنا صافي صيبت ايس كريم عاوتاني بالبنان وضفت له شويه اللوز والشوكولات تطحن معاه فهمتوني. وعاد عاوتاني غنضيفو من الفوق. وفي الليل جربت انا واختي نديروه بالستروبري بالفخيز. اوكي درنا الفخيز ودرنا معاه شويه ديال هي دارت الحليب انا داك البنان درت معاه كريم فخيش. هي دارت الحليب ديال اللوز ومع الكوك. ف هادو كيجيو البنات مثلجات بحال سوغبي. سوغبي ماشي 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 كريم ماشي ايس كريم. سوغبي كيكون بحال المثلجات ولكن كيكون صحي غير بالفواكه ما كيكون فيه سكريات ما كيكون فيه والو. مجرد ما كتجمدي اولا ديري الفواكه في الفريزر يتجمدوا كطحنيهم في الروبو اولا شي ماكينه اللي تكون مزيانه صحيحه كتبقى يطحني وتحركي تحلي وتحركي وتطحني حتى كيولي الخليط شويه كريمي كيبان ليك اولا كيبدا يدوب. ملي كيبدا يدوب وكتاكدي انه ولا كله مطحون مزيان ولا كريمي كتطفي كتحبسي التخلاط وكديري في شي حاجه وكترجعيه للثلاجه واحد شويه. ضروري هاد المرحله هادي حيت باش يرجع يقبط راسو. هانتوما كيف كتشوفوا معايا الشكل ديالو كاين اللي مباشره كياكلو انا كنفضل تخليه شويه يرجع ياخذ القوام ديالو. وصافي من بعد ما كديروه في الثلاجه واحد 10 دقائق هكاك اولا ربع ساعه ماكسيموم. وصافي من بعد كتحطوه هكا تقدموه مع اللي بغيتو. اختي دارته مع الكركاع وهكا شويه ديال العسل ولا المابر سيروب ما بقيتش عاقله. وصافي جربته صراحه جو زوين ديال الفخيز غير هو واحد الفخيز حامض ما كانش فيه حلاوه. هي دارت العسل داكشي اللي بقى درتو فهاديك ديال الزيبلوك ديال الزيبلوك ديال السيليكون باش تجيني ساهله. وخديت هذاك ديال البطيخ عندنا بطيخ بزاف غادي يبقى هكا قلت اجي نجربو حتى واحد شفتها في التيك توك قلت اجي نجربها. اختي مشات لكارفور جابت الماكله ويتحل ليا هادي ونقول لها علاش حليتي وحده وباقا وحده اخرى محلوله.
حيت هاني وقفت على وهي تحل قالت لي عطيت منها هاني. قلت لها بقى واحده اخرى محلوله. المهم راني كنحيد الصوت، راه اللي خليت لكم داكشي المناقشات اللي كنت ناقشوا في الكوزينه انا اختي وماما راه الطياره. ايوا ما نعاودش لكم. هنايا طحنتو هذاك ديال البطيخ مع البلاع ومع الفريز داك اللي كان شايط، ودرتو في ديك البطا غنرجعو حتى شويه يبرد عليا الحال. عرفتو راسي مع الشمس كنطنطن، ما جا بابا بزاف الدلاع والبطيخ، قلت اجي نديرو. يلا سلموا لي فراسكم، شكون الفيديو جاي.